ايه ده اللعبة مهنجة ليه؟ احنا هنبدأها كده؟ لا ما ينفعش بقى الكلام ده، لا ما ينفعش تهنيج. الأرضية دي مش عارف هي تراب ولا طين ولا ايه بالظبط. بص يعني ايه، واو يعني اقول ايه. خليتهم يضربوا بعض، دي ما كانتش مقصودة على فكرة. انا ما اعرفش انهم يضربوا بعض. ده انا عامل المزرعة السعيدة من الفيسبوك هنا يا اسطى. شوفوا البقر. خلاص كفاية كده. يا سلام كده لو قعدت جنب الشجرة دي توقع على دماغي تفاحة زي ما فتحت دماغ نيوتن. تيو تيو. كل ما افتحها بحس بالشعور بالشعور. كل ما افتح اللعبة دي بيجيلي شعور بالحنين والسعادة كده، مش عارف ليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم محمد ومرحبا بكم في قناة ميدوكا. دلوقتي مش هضحك عليكم، انا فتحتها قبل كده. ايوه وات، فتحت اللعبة دي قبل كده للأسف. يعني عملت حاجات، يعني عملت انجازات كتير. عملت انجازات كتير وما كنتش صورت وقتها، ندمت الصراحه، يا ريتني كنت صورت وقتها. لعبه ماين كرافت دلوقتي اللي خلاني اسيب اللعبه دي، انا كنت سبتها تقريبا من سنتين ثلاثه مش فاكر. اللي خلاني اسيبها ان انا كنت بدور على بتاع كده، كره صغيره اسمها اندر بيرل تقريبا، اندر بيرل. يلا قعدت ادور عليها يعني في كل حته، حتى كان معايا حصان ركبته وقعدت امشي مسافات واروح رحلات بدور على البتاع دي، عشان في تنين تقريبا في اخر اللعبه، صح؟ تنين تقتله ويبقى قفلت اللعبه. بس ما لقيتهاش، يعني مش عارف الاقيها فين. ساعدوني تحت في التعليقات، يا ريت يعني تقولوا لي البتاع دي اقدر اجيبها منين عشان اقفل اللعبه دي. دلوقتي انا معايا سيف قديم، ملف تسجيل قديم، هوريكم انا عملت فيه ايه، ولو فضل وقت الفيديو ممكن اعمل سيف جديد من الاول وابدا من الصفر. انا مش عايز اعمل كده الصراحه، مش عايز خالص. انا عملت حاجات كتير، ما اقدرش اخسر السيف القديم، انا عايز احتفظ بيه، معلش يعني. ويا ريت لو تسمحوا لي اكمل منه يبقى حلو قوي كده. حاجه كمان، حبيب اخوكم عمل حساب على تويتش، تابعوني هناك. هو طبعا لسه فاضي، انا لسه ما رفعتش على حاجه، فقريب ان شاء الله. انا لسه اصلا مش عارف اذا كان جهازي يقدر يستحمل يطلع ستريمات، لان السي بي يو على قده يعني. هنشوف وقتها الظروف ايه. المهم الفيديو ده هيبقى عبارة عن استعراض لملف التسجيل القديم بتاعي السيف يعني. وعلى ما بعمل الفيديو الجاي ان شاء الله للعبة دي، عايزكم تكتبولي في التعليقات تحت لو حابين اكمل من السيف القديم ولا اكمل في الجديد. ابدأ العرض. ده السيف القديم بتاعي، شوفوا. اخر مرة سيفت كانت امتى؟ لا استنى، ده ما كانش، ده كان اصدار 1.15. ايوه هو دلوقتي كاتب 1.21، عشان انا كنت بعمل اختبارات قبل ما اصور الفيديو كده، يعني اتاكد ان كله تمام، المايك بيسجل، التليفون بيصور، واتاكد ان مفيش مشاكل في تصوير اللعبه من جوه كمان، بتاكد ان كله تمام يعني قبل ما ابدا تصوير. شوفوا حاجات. يا ريتني كنت صورت، يا ريتني كنت صورت من زمان. لحظه. ايه ده اللعبة مهنجة ليه؟ احنا هنبدأها كده؟ لا ما ينفعش بقى الكلام ده، لا ما ينفعش تهنيج. شوفوا انا عملت ايه، هفرجكم بالراحة. مش هتكلم عن البيت دلوقتي، هسيبه لبعدين. لحظة بس، اقفل ده كده، سيبكم من البيت، اعتبروا ان انتوا ما شفتوش البيت ده من جوه لسه، ماشي؟ هنتكلم بالراحة كده من بره الأول. شوفوا انا عملت ايه. الارضيه دي مش عارف هي تراب ولا طين ولا ايه بالظبط. اولا خلينا نشوف.
لا بلاش دول، دول ما احبش اتكلم عنهم. بلاش دول، ما احبش اذكر خنازير في اي حاجة. شوفوا شوفوا عيدان القصب اللي انا عاملها. بصوا يعني ايه، واو، يعني اقول ايه. يا سلام، كنت اتمنى اللعبة دي يكون فيها كوبايات شاي، كنت اخد عودين قصب من دول اعصر كده، كان هيبقى مزاج. شايفين المكعب البغل العملاق ده؟ ده انا كنت عامله عشان يظهر لي وحوش جوه، عشان لو احتجت موارد من الوحوش، مثلا قطع عنكبوت، عظام من الهيكل العظمي، اللحمة اللي ما بنستفيدش منها اي حاجة، دي اللي بتقع من الزومبي. بالظبط كده، اقوم عامل كده اهو. لحظة، خليتهم يضربوا بعض، دي ما كانتش مقصودة على فكرة. انا ما اعرفش انهم يضربوا بعض. اوعى اوعى اوعى، حاسب اوعى اوعى. يا ابني، جابني. اوعى، ماتوا ولا لسه؟ ماتوا كلهم صح؟ ماشي، خلينا نرجع ده مكانه ونكمل كلام، نكمل كلامنا. شوفوا الفراخ، شوفوا، ده انا عامل المزرعة السعيدة من الفيسبوك هنا يا اسطى. فراخي، هاتوا البيض، هاتوا البيض. ايوه، ممكن اعمل الفطار دلوقتي اهو. اسف، شوفوا الخرفان، شوفوا ما، شوفوا الخرفان اهي، خرفان. شوفوا كمان، لاحظوا اني حاطط ورد في الارضية. طبعا هما بيقعدوا ياكلوا في الحشائش، فالبتاع شكلها زي الزفت. شايفين ال، ايوه بالظبط كده. حاسب اقفل بسرعة على احسن واحدة منهم طهر. شوفوا البقر، شوفوا مو، شوفوا البقر. خلاص كفاية كده. انا اسف. لا 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 لا، اوعى اوعى تطلع، اوعى. شوفوا الزرع اللي انا عملته، كنت زرعت هنا تقريبا بطاطس على جزر على اشجار تفاح. هو الشجر بيوقع حاجة غير التفاح؟ حبوب صح، حبوب زرع. شوفوا دي المفروض تحتها مية، على فكرة في مية بتجري من تحت الخشب ده. شوفوا، لو ركزت كده هتلاقوا مية تحت. يعني انا عملت كمية حاجات في اللعبة دي الصراحة. انا ندمان اني ما وريتكوش انا عملت ايه في اللعبه دي. يا سلام كده، لو قعدت جنب الشجره دي توقع على دماغي تفاحه زي ما فتح دماغ نيوتن. هو براذر، هو وو وو وو. حصاني. انا كويس. حصاني، ازيك يا واد؟ وحشني يا جدع، وحشني يا جدع، ازيك؟ بقالنا سنين وشهور ما تقابلناش، ما شفناش بعض. ايوه، انا فرحان برضو. ايوه، ازيك يا جدع؟ عايز حرية؟ انت حر، ولا بلاش احسن، لحسن ينط من فوق الصاج يجري. هي راحت فين؟ لا 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 لا، راح فين؟ لا راح فين؟ خليك يابا. انا راح، انا نهزر ولا حاجة؟ شوفوا، حاطط له مكعب قمح هنا عشان ياكل منه، ولسه لحد النهارده ما اكلش منه، مش عارف ليه، بيكره البتاع ده. شوفوا وردتين، وردتين للديكور ده، شكلي جعان عايز اكل حاجة. شوفوا مجهز سمك السلمون، حطه هنا للاحتياط. شوفوا بقى اليافطة بتاعتي، شوفوا محمد هاوس. ماشي، جميل جميل. سكيورتي بقى، انا عامل هنا، شوفوا انا عامل هنا بحيرة على شوية رمل، مكعبات رمل محطوطة، وعامل عليهم صبار. يعني مين الوحش اللي هيقدر يقرب من البيت؟ مفيش حد هيقدر يقرب خالص. شوفوا البيت اللي انا عامله، عامل زي، انا مش عارف الصراحة هو انا عامل ايه، انا مش فاهم اي حاجة. انا حاطط خشب على حجر على طين تحت على اساس في النص على شمع مولع فوق، مش عارف انا عامل قلعة ولا بيت ولا ايه، ده زي ما يكون قلعة مصغرة كده. وبعدين نضغط هنا اهو، شوفوا باب بيفتح اوتوماتيكي، تكنولوجيا يا اسطى، تكنولوجيا. وفي هنا عندنا النجف فوق، النجف بينور بالليل. يا ريتنا هو لسه قد على ما الليل يجي، لا لسه بدري. في هنا الفرن، في هنا صناديق وحاطط فيها شوية حاجات، الحاجات هنا.
فين بتاع دي حاجة السفر، الحاجات دي حطيتها تحت كده ركن عشان اعرف انها حاجة السفر اخدها معايا بره وكده يعني. وهنا هتلاقي حاجات عشوائية. هنا الأكل، الصندوق ده بعبي فيه الأكل. وهنا هنا السرير، شوف سريرين يا اسطى. أنا عايش في لوكامبا. وده تقريبا بيشغل موسيقى، بس أنا فاكر إن كان معايا أسطوانات تشغل موسيقى. لحظة كده يا جدع، أنا فاكر إن كان معايا حاجات بتشغل بحطها هنا. أيا كان، شوفوا شوفوا الستاند ده حاطط له درع جوهري. وهنا هو دي، أنا مش عارف أنا عملتها ليه. تقريبا تقريبا انا كنت ضفت لها ميزات او قدرات يعني، ما كنتش عايز اخلص منها. وراني كده، هو فيها ايه؟ باور واحد بس كده، همسح هذا شيل. المهم رحنا فين، رحنا فين؟ بقى شوفوا بقى السطح بقى. لازم تشوفوا السطح بقى، وشوفوا البتاع اللي بيقفل ويفتح ده. جمدان جمدان ده بقى، تقدر تقول عليها اباجورات يعني، مش نجف ولا حاجه. عذرا. شوفوا الازاز، انا محوط السطح بالازاز كجدار كده يعني، مع ان لو جه طائر ولا جه اي حاجه وخبط فيه خلاص الازاز اتدمر اتكسر. اظن كده وريتكو. اللي هناك ده كان البيت القديم بتاعي. البيت القديم كنت حاطه هناك، وكنت عمال بحط في شلالات كده. ولا الجزء ده بس اللي بيمطر، مع اني شايف سحب هناك وهنا. ما علينا، خلينا اللعبة هنجت اللعبة اللعبة. خلينا هنا عشان ما تهنكش اكتر. انا نسيت اللي مش هشتمهم اللي واقفين هناك دول. شوفوا شوفوا الباب اللي انا حطيتها موزعها على ال الصاج يمين وشمال وقدام وورا. خلونا بقى ندخل جوه البيت عشان اوريكو اللي تحت الارض. ايوه، في حاجات تحت البيت ده اهو، في حاجات تحت البيت ده اهو. تورورورو 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 تورورورو. عامل مكتبة كاملة متكاملة فيها كل أنواع الكتب هنا، ناقص بس واحد يجي وأقول شش الناس بتقرا. وهنا تقريبا تيجي تحط معدات عشان تيجي تحط البتاع ده، اسمه ايه؟ لابيس لازولي، لابيس لازولي. بعرف شنطة اسم البتاع ده، لميس الحديدي بقى يا عم. انا بسميه اللبوس الازرق واريح دماغي. انا عايز اشوف اللغة العجيبة اللي لحظة كده، انا محتاج اجيب حاجة. ممكن مثلا احط ده، كل مرة بتلخبط بضغط ايه بدل ما اضغط كليك يمين. ايوه البتاع دي، ايه اللغة الهيروغليفية دي؟ يعني حد يقول لي مش فاهم حاجة من اللغة دي، ايه اللغة دي؟ فراعنة؟ ماشي، خلينا بقى ندخل، لسه في حاجات تحت، لسه في حاجات تحت. شوف ده كده، ده كان مكان، لحظة كده، بفتكر، ده كان كهف تقريبا تحت البيت كنت عمال احفر فيه، بجمع منه معادن، وفي الآخر هنا له نهاية، يعني طلع على بره. ايوه اللي ايه ده، الجو بقى بالليل كده بالسرعة دي يا جدع. شوفوا شايفين العواميد اللي بره دي كنت بعملها عشان اعرف طريق بيتي فين. كل ما بمشي بعيد عن البيت بتاعي دي كنت بعملها عشان ارجع اعرف بيتي فين من تاني. ماشي خلينا نكمل. هنا بقى انا كنت بحاول اعمل حاجة، بس انا ما كملتش واستسلمت عشان زهقت. شايفين العدة دي وتحت هنا، لحظة كنت بعمل اسانسير. ايوه انا كنت بحاول اعمل اسانسير في المكان ده، وكنت بتفرج على فيديوهات ومش عارف ايه، بس في الاخر يعني انا ما فهمتش اي حاجة هنا، ما عرفتش اعمل ايه، احترت. المهم خلينا نطلع فوق تاني ونكمل، لان في ما زال في بعض الحاجات عايز اوريها لكم.
بعض الأشياء. شوفوا بقى البوابة، حاطط بوابة هنا اهو في الدور التحتاني ده اهو، ترا، واو وعامل ديكور بقى. شوف يا اسطى الحيطان والأرض أنا كسلت أعمل السقف الصراحة لأنه كان بعيد، حسيته بعيد. أدخل فيها دلوقتي؟ أدخل فيها دلوقتي وأتمنى ما توهش عن البيت. لا أظن أنا ممكن أتوه لو إيه ده، أنا ما اتنقلتش لسه يا عم، اتنقل. ممكن أتوه لو ايوه الأصوات دي بتخليني أشمئز. أنا بخاف من المكان ده، كنت بخاف من المكان ده، بحس إني في الجحيم يعني، أعوذ بالله. كل حاجة حمراء والأرض حمراء وفي شبح بغل كده بيطير، حاجات مرعبة الصراحة. خليني أخرج من هنا يا عم، أنا مبحبش المكان ده، أنا خايف. طلعني من هنا. لا وكمان الزومبي اللي على شكل خنزير ده، يعني هو الخنزير اصلا شكله يعني مقرف، هتجيبهولي مدمج مع زومبي كمان؟ يعني اللعبة دي فكرت في كل حاجة. ترى ده كان المقر بتاعي تحت الارض والمكان اللي كنت بنقب فيه يعني. دي برضو يافطة كنت عاملها عشان ما توش عن الطريق. كنت بكتب على كل يافطة كده اهو، سهم يشاور يمين او سهم يشاور شمال، قدام وورا كده. وهنا بقى دي طرق سدتها ما فيهاش حاجة، دي يعني طرق كنت بنقب فيها عن المعادن. هنا باخد اللافا وهنا باخد المية، وكان في مربع بحيرة فوق جنب البيت برضو باخد منه مية. شوفوا ده انا يعني قعدت ايام في اللعبة دي بنقب وبجمع معادن. كان في طريق كده، انا فاكر ان كان في طريق لحظة، كان في طريق بدخل منه ده اهو. ايوه شوفوا، يا 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 البتاع دي مش عارف يعني استفيد بيها ازاي، انا خايف اكسرها تبقى ضاعت خلاص، يعني مش اللي هو اقدر امسكها في ايدي، لا هتتكسر هتختفي خالص. عشان كده انا سايبها على الوضع ده، يعني اكتبولي في التعليقات اقدر استفيد منها ازاي، لان كل اللي بيقع من الزومبي لحم مسمم وخلاص، يعني مش عارف استفيد منها ازاي. خلينا نكمل تحت، تقريبا هو ده الطريق اللي كنت طولت فيه شوية. يا جدع كان في طريق كده بيودي على مكان بعيد كنت كملت فيه كتير شوية، وأحاول أجيبهولكم. أيوه لقيته. لا مش ده أهو، شكله ده صح، كل ده شوفوا. This way يعني ده طريق البيت بتاعي. أنا خايف أتوه تاني، أنا خايف أبعد أتوه تاني، بس لأ مش ده برضه. لا تقريبا لحظة، طيب خلينا أجهز. لا لا هو مش الطريق ده، أنا لما بخلص من طريق معين في كوفو كده بس ده كده أهو. لا مش هو ده. طيب أنا نسيت الطريق ده، كنت رحت له منين تقريبا، كان من بره البيت مش عارف بقى. المهم الفيديو جاب 26 دقيقة، خلينا نطلع فوق و لا لحظة لحظة، قبل ما انهي الفيديو لازم اوريكم الكرويين اللي قاعدين قريبين من بيتي بره. انا عدي الجزئية دي. Perfect. تعالوا بينا بينا، مش مستهلكة بالحصان بقى، خلاه جري كده. ولا اقول لكم الطريق طويل، هرجع تاني واركب. انا جوت كل سلمون سلمون سلمون. صح، وفي كمان لحظة بس كده عشان في حاجة مش فاهمها. محمد هاوس، لحظة كده عشان في حاجة مش فاهمها هنا اهو. ايوه فين؟ شكلها في البيت. لحظة لحظة، خليكوا معايا. هي فين؟ هقول لكم
هي فين هي فين فين سنارة الصيد؟ لا انا فاكر اني عملت سنارة صيد وعارف اني احتفظت بيها كمان، يعني انا متأكد هي موجودة ولا انا اللي مش شايف. يا عم مش وقته، اعمل سنارة صيد ازاي؟ برضو بضغط ايه وبنسى كليك كيمي. 3 خشب واتنين خيط. فين الخشب؟ ده انا محتاج استعيد الذاكرة عشان افتكر حطيت كل الكلام ده فين. واحد اتنين تلاتة ايوه اربعة خمسة. بس هي دي، حط دي بقى هنا دلوقتي، خليها جنب الخشب كده عشان الترتيب ما يبوظش. هنا بقى انا عايز افهم حاجة، ماشي؟ ليه لما اعمل كده في البتاع الصغيرة دي ده بيحصل؟ شكلهم شالوها في اخر تعديل. لحظة كده، اما اجرب من بعيد يمكن تفهم. يعني البتاع الصغيرة دي اللي ما فيهاش اي حاجة ليه؟ طيب هما شكلهم صلحوا المشكلة دي. عارفين البتاع الصغيرة دي كانت بتجيب لي سمك، مش عارف ازاي بس هي كانت بتجيب لي سمك. بس هو الظاهر كده يعني عدلوا على اللعبة وشالوا الموضوع ده. المهم خليني اوريكو الناس اللي انا اللي بره. شايفين البيوت هناك؟ حاسب كل نزلة بفورة. لو نزلت قوي ايوه الحصان هيتضرب. ايوه انا اللي عملت فيهم كل ده، انا اللي خليت المزارع بتاعتهم بالشكل. شوف مستخبيين خايفين مني. لحظة كده، انزل من على الحصان ازاي؟ خايفين مني مستخبيين. هم بتعملوا ده بيستحموا؟ لا يا عم بعد يا عم، شوفوا يعني. هتخلوني احس بالسوء دلوقتي يا جدعان. الناس دي بيصعب عليا لما بسرق جزرهم وبطاطس. انا اسف يا شباب، بحاول ارجع لكم كل ده تاني. المهم خلينا نرجع تاني وهقفل الفيديو على كده. الفيديو بقى 34 دقيقة. واو ايوه نط. هي ها كان تفاح. الحصان بيحب التفاح الذهبي برضه صح؟ هبقى اشوف عندي كده لو لسه عندي تفاح ذهبي. ادخل بس. خليك هنا بقى ويبقى كده. لحظة ما اطلع على السطح الاول، بحب اسيب على السطح. وهنا اقول لكم نكتفي بهذا القدر. عرفوني في التعليقات تحت يعني ازاي اجيب الكرة اللي اسمها اندر بيرل دي عشان اقدر اتنقل للعالم اللي فيه التنين ده واحاول اغلبه ويبقى قفلت اللعبة كده الحمد لله. ممكن ابقى اعمل عنها سلسلة تاني، مش عارف لسه، يعني اكمل من السيف ده وارجع اعمل عنها سلسلة تاني. المهم مستنيكوا على تويتش لحد ما ابقى احاول ارفع عليه ستريم ان شاء الله يعني. المهم اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش تعملوا لايك شير اشتراك وتفعلوا الجرس واشوفكم الفيديو الجاي باذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تين 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 دي الموسيقى اللي في اللعبة. سلام. تين 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 خلاص خلاص عارف اللعبة.